إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الكحة المصحوبة بالقيء. غالبا يسأل الأطفال بشدة إلى درجة أنهم يثيرون ردة فعل معوية ويتقيؤون نتيجة لذلك. أيضا الأطفال المصابين بالرشح أو نوبة الربو قد يتقيؤون نتيجة سيلان المخاط إلى المعدة. وأيضا بسبب الكحة القوية المصحوبة بالقيء طبعا إذا استمرت بدون توقف تسبب تورم في الحلق وانتشار البكتيريا الموجودة في القصبة الهوائية. أيضا ممكن تحفز أنواع من أنواع البكتيريا الموجودة في الفم بسبب تغير درجة الحرارة بسبب الأحماض المعدة، لأن أحماض المعدة تعتبر حامض معين ممكن يغير الأحماض الموجودة في الفم، مما يؤدي إلى تغير وصناعة بيئة مخصبة للمخلوقات الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والمخلوقات الأخرى. إلى هنا انتهى الدرس، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.